الاشتراكي، واحد سميتو ابراهيم الرشيدي، كان درس الشجار وعدو يرجع وزير العدل، وهذا محمد الحسني من الرباط معروف بالاستاذ كروط، وسجلوا شكايه ضدي فسولوني على الدنيا الفلالي، سولوني على الضابطه وهيبه، سولوني على التوفيق بعشرين، سولوني على التوفيق بعشرين، على الريسوني، على عجار، على عمر الراضي، ما عرفت في الاخر هذوك ملفات ديال المكتب ديالي، والملفات المهنيه ممنوع على الشرطه القضائيه وعلى وكيل الملك يستوجبني حولها. غادي نقدر نقول لكم ما كناش كنعرفوا بان انا محامي خصني نخلي النيابه العامه على خاطرها. انا محامي معنى ان خصني نمشي ضد المحضر ديال البوليس، فاخد انا محامي كنمشي ضد النيابه العامه قضيه طبيعيه، طر ليهم ودعوني. فدابا كننتظروا، نحن من المنتظرين، فنحن من المنتظرين، حنا كنشوفوا دابا نحن من المنتظرين واش غادي. لا معليش، دابا انا معاكم كلكم، انا كندور هكا وهكا، كندور في السنة الاخوان، واللي بغاني المكتب ديالي كيعرفوا، والحزب المغربي الحر كتعرفوا المقر ديالو، اجي ومرحبا بكم. انا كنت وزير او كنت رئيس حزب او كنت ناخب او كنت محامي، ملي الصحافه كتجي كنعتبروا بان هذا واجب ديال السياسي انه يساعد الصحافه. ملي شي صحفي كيجي عندي انا كنعطي الصراح ديالي بكل اطمئنان وبكل حريه، لان على كل حال دابا الوقف اليوم، الوقفه هي في الاحياء الشعبيه، ماشي هنا، في الاحياء الشعبيه بحال اللي داروا في الدار البيضاء. على كل حال الوقفه في اكادير ناجحه مزيان، في طنجة منعوا الوصول الى ساحه الامم المتحده، معنى انه غادي يديروا حتى هما كذلك في الاحياء الشعبيه.